صوت كي نقولوش يشرب الرصفه وصالح باي يشرب الرصفه وصالح باي ويشرب حتى عين الماء وكان نديروا بروجيكسيون في اطار سيد وجلاله كما قلنا تامين المنظومه تاع توزيع المياه صالح الحرش كما حكينا قلنا لابو طالب والحامه رايحين نرونفورسوهم ومام طون رونفورسوهم تاع الاخر الشعب الحمراء الشعب الحمراء عندنا تروا فورا جون كور ديجا واحد راه كور دو داشيفمون وخرجت يوسف هادي لي تاليمونتي تاع تاليمونتي الرصفه وتاليمونتي صالح باي كي نقولوا في الترون سيزور ناك من متر كيب معناها في 24 ساعه 6000 متر مكعب من هاد 6000 متر مكعب كانت قبل 20 يوم ولا كانت 4000 متر مكعب بفضل لوبيراسيون اللي درنا اعاده تاهيل في خرجت يوسف ربحنا ان فوراج يمد 15 لتر صابون راهو شي كل منظومه متضامنه 15 لتر صابون تسمح لنا نزيدوا 2000 متر مكعب الفوراج دوكا اللي راه اون كور في صالح باي اللي كان مبرمج في صالح راح يمد لنا بلاريط راح يمد على الاقل 20 لتر كيب 20 لتر صابون كي يمد 20 لتر صابون معناها واحد 1600 متر مكعب دوكا راح تزاد لهاد النافذه دونك هذيك تزاد 1600 متر مكعب وزيد على ذلك عندنا تاع لا زون تاع الميني زاك تاع عينازا اللي رحت لها سلوان هاد الشن تعطينا اوامر باش نسرعوا راه تما فوراج اون كور دو رياليزاسيون هذاك على الاقل ثاني يجيب 20 لتر سكور دونك 1700 و 1700 هاي واحد 4000 متر كيب وهادو بيناتهم واحد ما يمدوا 5000 متر كيب يعني شوف الحجم راح تقريبا نضاعفوا الكميه هذه هي الدائره تاع صالح باي في برنامج واحد السنه هذه عندهم دوز اكسيون مختلفه 12 عمليه متعلقه الا بالمياه هذا كل البوان اللي راك شفتهم هذه دخلها في اطار لي 80 هذا لي 80 مليار اوبيراسيون جديده هذه خلاف زياده الميزانيه الولايه بلا بي سي سي بلا بي سي دي اذا الساده النواب بلديه دائره صالح باي في البرنامج القطاعي يعني مصدر تمويل واحد في هذه السنه 12 عمليه للماء وصالح باي يعودوا هما هاي يتهناو من المشكل تاع المياه الصالحه للشرب ولا فونتاج ثاني دو شاب دو شون كابو هنايا يعود يكون شارم شون كابو هنا من بعد نديروا له الحمايه نتاعو سيدي الوالد واريتي وكاع باش ما يتعتبوش عليه وعاد كان شون كابو تاع خرجت يوسف شون كابو تاع الشعب الحر الحمد لله في اطار مساعي الدوله اللي تقوم بها من اجل توصيل شبكات المياه الصالحه لشرب المواطن استفادت بلديه الرصفه من نقبين بمنطقه اراس النقب الاول انه الحمد لله انه ظهر ايجابي وخروج الماء على سطح الارض النقب الثاني في اطار نقولوا بدا فيه ديجا المقاول تشرفنا بزياره سيدي الوالي للانقاب باراس وان شاء الله نتمنوا التسريع بربط هذه الانقاب بشبكه الكهرباء وكذلك خزان وشبكه الضخ باه ان شاء الله الساكنه ممكن يعني سهل ربي في الصيف يشربوا